نازل عادل. قالوا ايه ده؟ ده بروطة. فجي عادل عشان يقرفني انا. يقرفك؟ ولا عادل اطلع بره. بره؟ مش هتطلع بره. انا اسف. اسف على ايه؟ مش قبل ما اخد حقي. انا بيعجبني فيك قوتك. حقك ايه حقك؟ انا خدمت المحطه الفضائيه بتاعتكم ديت بما فيه الكفايه من حقي بقى اب واطلع للدنيا. امال ايه؟ طبعا بقول لك بيعجبني فيك شجاعتك. ايه حقك اللي انت عايزه يا عادل؟ بصراحه بقى انا عايز العب دور البطوله في الفيلم الجديد اللي انتوا هتنتجوه. والله الفيلم اللي انا هنتجه قلبي دليلي دليلي قصه حياه انور وجدي. عايز تاخد دور البطوله؟ اه. عايز تلعب دور مين ان شاء الله؟ دور انور وجدي. لا والله. ما تنفعش. ليه؟ لان انور وجدي كان شعره ناعم وسايح. انت لا يا فندم يا فندم، ده شويه سمنه وقطقوطه قطقوطه خلاص. والله العظيم. أه؟ خلاص يا عادل اوعدك. متشكر يا فندم. اول ما تخرج من السجن هعمل لك تيست. سجن؟ طبعا سجن. ده انا هقطعك وهبهدلك وداخل عايز اخد حقي. سجن ايه يا فندم؟ يا راجل اتنيل. ليه؟ انا عملت ايه؟ انت عارف اللي اتكلمته في الموبايل من شويه وضرب نفسه بالنار ده عمل ايه؟ عمل ايه؟ خسر القناه الفضائيه بتاعتي 7.5 جنيه. ايه؟ شوف انا ما برحمش. اه. عارف فتحي اللي رميته بره وقال حرمت حرمت؟ أيوه. عارف خسر القناه الفضائيه بتاعتي كام؟ كام يعني؟ 5.5 جنيه. ايه؟ عارف يا عادل انت مخسر القناه الفضائيه بتاعتي كام؟ كام؟ 200,000 جنيه. عالجزمه. ده انا هقطعك يا فندم. خلاص انا مستعد يعني تخصمهم من مرتبي بالتقسيط. مرتب يا شحات؟ انت بتقبض كام اساسا؟ 200 جنيه. يا سلام، اخصم 200,000 جنيه من 200 جنيه تقعد تسدد فيهم 30 سنه. حقي وحقك. جا كسر حقك. طب خلاص خلاص، ولا تزعل نفسك. انا مستعد ارد لك ال 200,000 جنيه على 4 شهور لو حبيت. ايه الفتاكه دي؟ على 4 شهور؟ اه. طب انا موافق. ازاي؟ خلي مرتبي 50,000 جنيه في الشهر. اخرج امشي. انت تستعبط؟ طب انا اعمل ايه؟ انا مش هتعملهم عليا؟ بقول لك ايه؟ نعم. انت قدامك حل من اتنين. ايه؟ يا السجن يا تعمل اللي هقول لك عليه. انا مستعد لاي حاجه. طيب تعال. نعم. انت بتشتغل ايه في المحطه الفضائيه بتاعتنا؟ مؤلف. مؤلف ايه؟ اغاني ومسلسلات افلام. سيبك من المسلسلات والافلام المضروبه اللي بتكتبها دي. حاضر. خلينا في الاغاني. ايوه. انا عايزك تالف لي اغاني شريط. بس كده؟ لا مش بس كده، لسه في حاجه ثانيه. ايوه. وهدي لك الفرصه انك انت اللي تغنيه. كتر الف خيرك. شفت انا لطيف ازاي؟ لا حضرتك طول عمرك طيب. عندي شرط واحد بقى. اشرط. امر. الاغاني اللي انت بتالفها دي لازم وانت بتالفها تخليها اغاني مسفه. عايزك تبتذل، عايز اغاني هابطه. مستحيل. ده انا ايه مستحيل؟ انا بحترم فندي. طز فيك وفي فنك، فنك ده هيدخلك السجن. هتعمل اغاني هابطه، الناس كلها هتشتري الشريط. الناس خلاص ما بقتش عايزه تسمع اغاني حلوه ولا طرب، عايزه اغاني هابطه، والشريط هيبيع كتير جدا، تسدد اللي عليك ويا ضربه دخلك شر. فكر قول، ها السجن ولا تعمل كده؟ يعني هو ده اللي هيجيب فلوس؟ هو ده اللي هيجيب فلوس. هو ده اللي بيعجب الناس؟ هو ده اللي بيعجب الناس. حاضر يا بيه. ها؟ هسف. برافو. هبتزل. هايل. هبيع القضيه. ممتاز. هغني اغاني هابطه وهقول لك نكت ابيحه. هتقول لي نكت ابيحه؟ تحت امرك يا باشا. بسمتك حبيبي عادل، انا بموت في النكت الابيحه. قول لي واحد بس ابيحه. حضرتك اللي قلت ابيحه. ايوه. اه قول ابيحه. ايوه. طيب قول. مره واحد من اياهم قابل واحده من اياهم. اه يا سافل يا سافل. بقوا اتنين من اياهم. حضرتك اللي قلت. ايه السفاله دي؟ ده انا اتكسفت موت. مش تراعي ان في ستات قاعده؟ شد حيلك شويه. حاضر بيه. ما تستعبطش. هسف يا ناس. افتكر السجن. هبتزل يا هو. يلا تعالوا خشوا لي، تعالوا كلكم. عايزين نساعده عشان يسف ويبتزل ويعمل شريط هابط يجيب فلوس ونخلص منه. يلا يا عدول شد حيلك، وانا بنفسي هقدمك. انا عزب شديد صاحب المحطه شخصيا، هقدمك على الهوا كده قدام الناس واقول ايها الساده، موعدنا الآن مع المطرب المسف، المطرب المبتذل، مطرب البيجوهات، مطرب الميكروباصات، الفنان النجم عادل رأفت. مزيكا. قسم يا معلم. يا عين. يا مناخير. يا ودن. ونحدى لماذا؟ لماذا؟ ياخد رقبة إزازة. إزازة. أنا هبقى في اللزازة والناس ما تهمنيش يا ليل. هبطل السجاير واشرب بانجو حشيش، ومن أول يناير هديها وما خليش.
هو بس يالا. لا راجل بس يا حبيبي انت هو. من النهارده مفيش حفلات ومفيش ندوات ومفيش اجتماعات ولا محاضرات. والواد اللي اسمه الاسى ده وعامل لي فيها راجل انا هوريك. ومعانا سياده العقيد محمد باهي الطويل قائد الحراسات الخاصه. خش يا باشا. هوب ها هوب ها هوب ها هوب ها ها هوب. تواطوا المكان. تمام يا باشا. ومعانا سياده المعيد عبد السون. اتفضل يا دكتور. والله عال ما شاء الله ما شاء الله. عال 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 عال. خير يا جماعه مالكم؟ ده انا جاي النهارده عشان اقول لكم ان انا قررت انفذ كل اللي انتوا عايزينه. انما يعني لا مؤاخذه تعملوا مظاهرات في الجامعه؟ لا مظاهرات في الجامعه لا. ليكم طلبات قولوها وانا انفذها وانا زي الجزمه. انما تعملوا مظاهرات في الجامعه انا ما بخافش. ومش انا لوحدي اللي ما بخافش، السيد رئيس الجامعه برضه ما بيخافش. هو بعت فاكس صغير كده يا باشا فيه كلمتين بساط خالص هقراهم بنفسي. بسم الله الرحمن الرحيم. ابنائي الطلبه، نخو لينو ماينو وطو طاطو، مفهوم يا رجاله؟ عشان يا هتدلوا لك الطرشة يا باشا. يلا يلا يا باشا يا حلو. لا سيارة على نفسه على باشا على باشا التصوير. أيوة. تاني يوم الصبح في اللجنه ترص اللي انت صميته في ورقه الاجابه. أيوة. هو ده تعليم يا شباب؟ لا. هو التعليم حشو دماغ يا شباب؟ لا. يا سلام. طب قول لي ايه هو التعليم يا فندم؟ انا اقول لك يا كمال. قولي. التعليم عمره ما كان عافيه. أيوة. التعليم لازم يكون بالود بالحنيه بالاقناع. ثبت في اخر الدراسات النفسيه على الطلبه ان التعليم ما هو الا علاقه رومانسيه ما بين الطالب والمزه. الايه؟ الماده. الطالب. الطالب والماده. الماده. الطالب يبص للماده المادة تبص له. الطالب يضحك للمادة، المادة تضحك له. اسمك ايه يا مادة؟ بنزين. وانت اسمك ايه؟ انا اسمي كبريت يا مادة. بعيد عنك. البنزين والكبريت يقعدوا يذاكروا مع بعض، واول ما يحصل الاشتعال ينجح الطالب في المادة كمان. يا عم بنزين ايه وكبريت ايه؟ احنا في مرقص قدر الموقف. يبقى تقول لي ليه؟ ليه؟ ليه
رئيس الجامعة لازم يبقى الأستاذ الدكتور البروفيسور واربعين لقب قبل اسمه، ليه ما يبقاش واحد من الطلبة عشان يحس بمشاكلهم؟ طب ازاي؟ عايز الأستاذ الدكتور العميد يبقى طالب زيكم؟ ايه المشكلة يا بني آدم؟ تقدر تقولي مثلا مين عميد كلية آداب جامعة طوكيو؟ مين؟ طالب من حقوق تايوان. تقدر تقولي مين عميد كلية التربية الرياضية في فرنسا؟ مين؟ زين الدين زيدان يا كلب، 65 مليون دولار وانت ما تسواش دولار واحد بقميص نومك الأحمر ده يا راجل. بس أنا صاحبك يا مفتاح. كنت صاحبي لما كنت طالب زيك زيي، دلوقتي أنت عميل جاسوس لهيئة التدريس وبتبلغهم بنشاطنا السياسي في الجامعة. أنا خاين مفيش مشكلة، بس أنا صاحبك. عمرك ما كنت صاحبي ولا شرفني. إيه رأيك؟ صاحبك من حد دلوقتي وجاي يقول لك خبر يفرحك. عمرك ما قلت حاجة تفرحك كمان، إيه اللي هتقوله يفرحك؟ جربني يعني. جربني المرة دي. أجربك المرة دي؟ مف صاحبك هيخطب. مدغور في داهية وأنا مالي، يخطب ولا اتحرق، أنا دلوقتي عندي سياسة ومظاهرات مش فاضية. البنت حلوة. هتبص لك أنت إزاي؟ البنت بتموت في دباديبي. بأمارة إيه إن شاء الله؟ أقول لك أنا، البنت تشوفها جاية من بعيد تقول إيه الحلاوة دي؟ حلوة؟ حلوة إيه؟ 30% قشطة، 40% زبدة، 50% زبادي. أه دي 100% بقرة طبعًا. أنا بقولها. أنت بتكلمني عن مزرعة ألبان يا كلب، ارجع. ارجع. بلاش كلام فارغ، إحنا جوانا رغبات مكبوتة عايزة تطلع، كل الشباب دي جواها رغبات مكبوتة، حتى رجالتكم جواها رغبات مكبوتة وحاسبت لك. اتفضل. أنت. عايز إيه ولا إيه؟ مش أنت ياض، أنت. أيوة. تعالى. أيوة. مش ده القائد بتاعك؟ أيوة. مبهدلك ولا لا؟ أيوة. ممرمطك ولا لا؟ أيوة. جواك رغبة مكبوتة إنك تلسعه كارت ولا لا؟ أيوة. نفذ الأوامر. أوه. أنت. أيوة. مش ده القائد بتاعك؟ مبهدلك ولا لا؟ هبوت. ممرمطك ولا لا؟ جواك رغبة مكبوتة إنك تطلع عين. اضرب ده أقصر. يا رجالة. أيوة. جواكوا رغبات مكبوتة. أيوة. طرقعوا البعض يا شباب. بص بقى. أيوة. هم يخلصوا على بعض. أوه. وانا وسعادتك نتفاهم. أوه. بص يا باشا. احنا جوانا رغبات مكبوتة. أيوة. عندنا شوية طلبات هتنفذها هفض المظاهرة، مش هتنفذها هولع لك في الجامعة. أيوة. ايه الاحمر اللي تحت الميري ده يا اكسلانس؟ ده بادي. ده بادي وفخور قوي انك لابس بادي. ايوه طبعا. ايه رايك يا باشا ان انا عايز اغير سياسه العالم، لان اللي بيحصل اليومين دول مش عاجبني. غلط يا ولاسه. هغيرها. مش هينفع. هغيرها. هتموت يا ولاسه. اللي عندك اعمله يا جدعان. اضربه بالنار. قبل ما تضرب بالنار لازم تفكر شويه، لان انا مش لوحدي، انا معايا رجاله زي الفل، ويا نعيش احنا الكل يا تموت لوحدك. اموت لوحدي بعد المرمطه ده؟ انتوا عيال واطيه قوي، يعني انا مبهدل نفسي. نص ساعة يلا شوفوا لي بروتة. قول آسى. يا راجل اقعد بقى. قول آسى. يا راجل ده كلام. ايه النضال ده كله يا والله يا عيب عليك. عيب ليه؟ ازاي يعني؟ ليه مالك؟ ازاي تبقى بروفة مسرحيتك وما تحضرهاش؟ يا حبيبي اكتب لك المسرحية الجديدة. يعني أنت تكتب وأنا أناضل؟ فيها إيه؟ أنت تكتب وأنا أعمل مظاهرات؟ ومال؟ أنت تكتب بروتة وأنا أتكلم في السياسة وأخش المعتقل؟ إيه دي فرص ما تضيعهاش. كل حاجة في حياتنا بالنص، بتيجي لغاية النضال والسياسة وتخلع. طب انت بتكتب معايا؟ ما عنديش موهبه كتابه. ما انا كمان ما عنديش موهبه النضال. وانا زهقت من النضال يا بروت. يعني ايه زهقت؟ كام سنه في الجامعه عمال ازعق وعلي صوتي واقول كلمه حق واتكلم في السياسه وبرضه ما حدش سامعني وبترمي في المعتقل. ما تيأس، مصير البلد تصحى وتسمع صوتك. قبل ما يصحى اكون سبتها ومشيت يا بروت. تمشي على فين؟ اروح اي حته بقى. في شعوب ودول كتيره جدا في العالم محتاجه رمز، قائد يتكلم ويعلي صوته بالنيابه عنهم ويطالب بحقوقهم. شعوب ايه دي؟ شعوب كتيره جدا في اي قاره في العالم. روح امريكا الشماليه، مالها. انزل امريكا الجنوبيه، استراليا، افريقيا، اوروبا مثلا، مالها اوروبا؟ فرنسا مثلا، مالها فرنسا؟ محتاجه حد يمشي في المظاهرات. فرنسا محتاجه لك؟ مفيش راجل هناك بيمشي في المظاهرات، المظاهرات كلها حريمي يا اكسلانس. حريمي؟ اي بنروح بالدم نفديك يا كرواسون وتعشت على كده خلاص، مفيش عندهم مشاكل. تتكلم جد؟ شعر اصفر بقى، عينين ملونه، جو تاني يعني. يعني انت مسافر عشان الستات؟ اناضل مع الستات. ومالهم ستات بلدنا؟ ما بيناضلوش يا بروتا. انا لو كنت لقيت ست في البلد دي بتناضل كنت ناضلت، لكن للاسف انا
اتفضل يا سيدي. مركز شباب متعقبه ماشي اهي وتقول لي نضال ماشي بقصريه. اوريك انا بقى العينات اللي بتناضل في فرنسا. باتريتشيا لورانس بص شايف، شوف العينات دول من فرنسا. شايف بقى؟ الله الله، شفت ان انا عندي حق؟ ايه ده؟ شفت رايح فين يا اهبل انت؟ اكسكيوزي مو جوفي الي على تواليت ونبقى نتصرف. تواليت ايه بس؟ تواليت يا بروتو، ما تركز بقى شويه. اصلهم حلوين قوي. حلوين؟ عايزهم. يبقى تسمع كلام اخوك. نطلع انا وانت على فرنسا سنه ولا اتنين نشقاهم هناك، نرجع قلت نشقى. هنشقى. هناك هتغسل الصحون وتلحس البلاط وتتمرمط اخر مرمطه. ايه المشكله يا بروتو؟ قضيتك ايه؟ انا حاسس ان فرنسا دي هتبقى اول محطه بالنسبه لي في الكفاح والنضال. فرنسا؟ هرجع من هناك مفتاح، مفتاح المناضل والثوري اللي مدوخ ورا مباحث العالم. اسمع كلامي يا بروتو. يعني قفلت معاك؟ تربست معايا. بالسلامة يا صاحبي. مش عايز حاجة من فرنسا؟ لا بس انت هتوحشني جامد. وانت والله يا بروتو بس في مشكلة هتقابلك. ايه؟ اللغة. مالها؟ هتعمل فيها ايه؟ تقبل ولا ايه؟ ايه؟ انجليزي. والانجليزي بتاعنا بينفع؟ انت نسيت الجامعة الأمريكية ولا عملناها ولا ايه؟ هاوس فريد. فريد از فاين. وير از يور ماذر؟ إن ذا باث روم. وير از يور فاذر؟ إن ذا نفس الباث روم اللي لسه داخلها الست الوالدة دلوقتي. تعالى بقى. ايه؟ نتكلم جد شوية؟ طبعا. هزرنا كتير. بص يا بروتو. أنا عارف إن أنت جميلة غرقتني. ايه ده؟ واللي ينكر كده يبقى ما عندوش اصل. ازاي؟ صح ولا غلط؟ يعني ايه ما قسمت معايا اكلك شربك فلوسك لبسك؟ عيب عيب يا بروتا. انا ما اقدرش انكر الكلام ده. احنا اخوات وصحاب. انت عارف ان اخوك مسافر. طبعا. والسفر يعني غربه. اي والغربه محتاجه فلوس. فبعد اذنك هتقل عليك في طلب، وصدقني ده هيبقى اخر طلب. ده انا عناية ليك يا صاحبي. ربنا يخليك يا حبيبي. انت عارف طبعا ان اخوك اتبهدل كتير في حياته. ايه والاسم انت وما عنديش استعداد ان اتبهدل بره تاني. طب وبعدين؟ وشرف امك في ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ حصل خير زي ما قال لك، واحده زياده بالظبط. الحمد لله الحمد لله. قدر الله. سرعنا يا عم اسكت سرعنا. اول ما بدخل بفرقع وحركات، فرقعت متاخر. يلا نصيبك عشان تثبت على الشريط مدى الدهر. يلا ماشي. فجأة حسيت ان احنا في افغانستان. الحمد لله احمد ربنا انها مش طيارة اترشقت في دماغك وانت شبه البرج بعد عنك. المهم في حاجة هتفهمها تاني. الله اعلم، العلم عند الله. بص يا سيدي، طلب اخير وشرف امك في ريال ما تحرجني. حلفتني بالغالي. انا عارف ان انت محوش قرشين فحصلتك بالاضافة للاجر اللي هتاخده بعد ما بعت الرواية اللي كتبتها دي. فلو تتبرع بيهم ليا اكون شاكر افضل. لعلمك من غير ما تقول انا كنت ناوي اعمل كده. ربنا ما يحرمنيش منك. انت صاحبي واخويا. طلب اخير وشرف امك في ريال ما تحرجني. حلفتني بالغاليه. بالنسبه للساده الزملاء الفنانين المشاركين معانا في العمل. ايوه. انا كنت عارف ان هم محوشين قرشين في حصلاتهم بالاضافه للاجور اللي هياخدوها. فلو تقنعهم يتبرعوا بالفلوس دي ليا اكون شاكر افضل. اتكل على الله وعليا في الموضوع ده. ربنا ما يحرمنيش منك يا بروتا. انت صاحبي واخويا ما تقولش الكلام. طلب اخير وشرف امك في ريال ما تحرجني. انا قربتك راحه كده. بتقل عليك اخوك. يعني لو تاخدها معاك وانت مسافر ما فيش مشكله كده. اخوك. طيب. اخوك بتقل عليك. وبعدين انا اخدها تركب الطياره ازاي دي بقى؟ تركب تفريال دي تركب الطياره ازاي؟ طيب. يا فروتا في خلاص خلاص سيبها لي. طلب اخير وشرف امك عنايات ما تحرجني. تحت امرك. بالنسبه للجمهور اللي هيحضر العرض يعني. انا كنت عارف انه محوش قرشين في حصالاته بالاضافه لتمام. انت حاطط عينك على الحصالات في ايه يا بروت؟ في ايه الفلوس دي كلها؟ نصاب بالعربي مش مسافر يا بروتا؟ مش غربه ومحتاجه فلوس يا بروتا؟ خلاص يا صاحبي. الله ان شاء الله هتفرج. بتتكلم جد؟ اتكل على الله وعليا. بحياه ابوك هتسلفني بس الفلوس. نعمل الحفله. اعمل لك ابو الحفله. يلا يلا يا شباب. يلا شباب. يلا يا رجاله. يلا رجاله. اجهزوا للحفله. مزيكا مزيكا. ونطلع فوق نصرخ ونقول بس الله.
هتوحشنا بروت. وانت كمان يا صاحبي. والله هتوحشنا صاحبي، مش عارف يعني مش عارف عايش من غيرك ازاي والله العظيم. وانا كمان مش عارف حام. من غير عياط، من غير عياط، من غير عياط، مش ناقصه هبل هي، خلاص انتهينا. ادعي ربنا ان السنين دي تعدي بسرعه. سنين؟ اه سنين طبعا. هتغيب سنين. وانا حابني اسمي في عالم الكفاح والنضال بين يوم وليله يا بروت، مش تركز معايا كده؟ ربنا يوفقك. كل اللي اقدر اوعدك بيه يا صاحبي ان كل قرش هشتغل بيه هشيل نصه ليا ونصه للبعيد اللي واقف قدامي. كل اللي اقدر اوعدك بيه يا بعيد ان كل لقمه هاكلها نصها ليا ونصها ليا. انت راجل كذاب على فكره. ليه؟ اول ما ارجع النص بتاعي يعفن وانت حالتك ثلاجه تفحه وخلاص. ما تخافش يا قلقاسه. ما تعمليش يا ابن بلد وتقول لي هشيل نصه. والله ما تخاف. يا راجل اقعد بقى بلاش. هشيل الاكل في ثلاجه الجيران. سافر في داهيه يا صاحبي. يا خسرت الايام الحلوه. يرضي مين ده يا ربي؟ ابقى فنان من ايام شربات. وحشتيني يا شربات. ايه ده انت بتلفي طول عمرك كنت اتجاه واحد؟ ايه الحلاوه دي؟ مرسى. وكمان لغات. ايوه. ايه اللي جراني؟ الست زازة عملت فيها كده. والله جدعه. بقول لك يا شربات، ايه فاضيه ثلاث اربع اسابيع كده اعزمك على ليمونادة؟ لا اني طالعه فوق عشان امارس المهام الوظيفه بتاعتي. فوق فين بس؟ خليكي معايا شويه. ده انت وحشاني قوي. لا اني طالعه عند عزب بقى. لا لا يا شربات، الا الراجل ده انا منعك. تمنعني ليه واني اجزلن؟ انت ايه؟ اني اجزلن. يعني ايه؟ بصفتك ايه حبيبي؟ ما انت عارف يا شربات بحبك قد ايه. جوزي العمار بيد الله. شربات جوايا حاجات كتير قوي نفسي اطلعها. ايوه واني جوايا طموح، طموح كبير قوي لازم يطلع. والست زازة قالت لي ان عزب بهده هيخلينا نحارف وامشي في طريق الفن. صدقتيها؟ لا مش هيمشيكي في طريق الفن، ده هيمشيكي في الطريق الدائري. ما حدش ياخد مني حاجه غصب عني. ما انا قلت زي كده. قلت ايه؟ قلت محدش هياخد مني حاجة غصب عني. خد كل حاجة يا شربات وبقيت فنان من اياهم. خدك طريق الفن يا ولا؟ يا ريت. خدني على المحور. غصب عنك يا ولا؟ بكيفي يا اختي. يبقى انت اللي منحرف. اني طالعة. شربات ما تطلعيش يا شربات، ما تطلعيش. طالعة 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 ماسكة الترابزين بتخبط على الباب. فتح لها بصيت له بصلها. خدك على المحور وداك الدائري. عدك اللي حصل ما لقيتوش. ليمونادة يا شربات. يا الله انت كده. الناس اللي فوق السور ده يلا.